الصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، هذا ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس على ما تكره، ما كذا؟ الصبر هو حبس النفس على ما تكره. ما هو ثواب الصبر في الإسلام؟ لما مر الإمام أبو حامد على قول الله الغزالي، لما مر بقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال فاق أو قال تجاوز ثواب الصبر قوانين العد والحساب. كل قوانين العد والحساب تنتهي عند ثواب الصبر، لا يعلم ثوابه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الملائكة لما يدخلون على أهل الجنة في الجنة يسلمون عليهم بما؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والصوم نصف الصبر، نصف هذا الأمر العظيم ذا. والصبر كما في رواية عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم في الحلية، ورواها كذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه قال والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، يعني الصوم 25% من الإيمان. الصوم ذا ربع الإيمان، 25% من الإيمان صوم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن مراتب الصبر الثلاثة مجتمعة في الصوم. الصبر ما هي مراتبه؟ صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وكلها هذه الثلاثة مجتمعة في الصوم. ففي الصوم صبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على قدر الله.